يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج الاختيار، وهذا البرنامج اللي من خلاله نسلط الضوء على مميزة في دولتنا الحبيبة الكويت. اليوم عندي موهبة جميلة جدا في رياضة إن لم تكن الأولى بالعالم، لكن قبل لا نبلش في حلقة اليوم خلونا نتوقف مع هذا التقرير ومن بعد راجع لكم، خلكم معنا. عمر لحبيتر لاعب نادي كاظمة والمنتخب الوطني لكرة القدم، كانت بدايته في المراحل السنية لنادي خيطان، ومن ثم انتقل ليكمل مشواره مع نجوم السفير. يلعب عمر في مركز الوسط وأيضا يلعب بمركز الهجوم. نجح عمر بحجز مقعد بتشكيلة المنتخب في فترة سابقة، ومثل المنتخب الكويتي في العديد من المناسبات. أبدع وأمتع الجماهير في العديد من المناسبات المحلية والدولية، سواء على مستوى المهارات أو الأهداف. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين من بعد هذا التقرير اللي من خلاله تعرفنا على ضيفنا المميز لحلقة اليوم. باسمي وباسمكم أرحب في ضيفي لاعب نادي كاظمة والمنتخب الوطني الكابتن عمر لحبيتر، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أخوي عبد الله، ويعطيك ألف عافية على هذه الاستضافة الجميلة. الله يسلمك، طول لي عمرك. عمر، بالبداية كلمنا شو اللي حببك في رياضة كرة القدم، وهل مارست رياضات قبل لا تدش كرة القدم؟ أكيد اللي حببني بكرة القدم أكيد يعني الأخوان والعائلة رياضية نوعا ما تقدر تقول، فأكيد لما مثلا ربيت لقيت أخواني الكبار أو عيال عمي يلعبون كرة القدم، فهذا شيء حببني في كرة القدم. وانتقلت يعني مثل ما أنت عارف في أي بداية يعني تكون اللعب كرة القدم في السكة، صحيح هذا اللي صار ويانا. ومن بعدها انتقلت إلى نادي تدرجت يعني بالمراحل السنية. أول نادي لعبت فيه شنو عمر؟ أول نادي لعبت فيه في نادي خيطان الرياضي. حلو. تدرجت بالمراحل السنية لغاية الفريق الأول، من ثم انتقلت إلى نادي كاظمة عن طريق الإعارة لأربع سنوات سنتين، من ثم تجديد الإعارة سنتين، وفي آخر سنة تم انتقال نادي كاظمة بصفة دائمة مع نادي كاظمة، وأنا فخور أني أكون جزء كبير من نادي كاظمة. مارست رياضة قبل لا تمارس كرة القدم؟ ما في رياضة شدتك؟ سباحة؟ الأمانة يعني أحب الجري أنا، رياضة الجري، ألعاب القوة. ألعاب القوة بالضبط. يعني بالمدرسة كنت أشارك معهم فريق كرة القدم وفريق الجري. كلمني عن بداياتك مع كرة القدم وهذه الرياضة الجميلة الأولى عالميا نقدر نقول. اليوم المتابعة وتسليط الضوء دائما يكون على لاعبين كرة القدم، هذا يولد ضغط عليك أنت عمر؟ لا أكيد، يعني أنت كلاعب رياضي أو إنسان رياضي لما تحب رياضة معينة ككرة قدم وتجتهد في التمارين أكيد بتطلع جميع إبداعاتك في هذا المجال. وأكيد لما يكون هناك في تسليط من الضوء أو جمهور، هذا أنا أشوفه عامل مساعد كبير أنه يخلي اللاعب أنه يبدع أكثر وأكثر. أنت اليوم تدرجت ما بين الأندية في لعبة كرة القدم، بلشت في نادي خيطان انتهاء بنادي كاظمة اليوم. الانتقال ما بين الأندية هذا عمر ولد عندك اكسبيرينس، خبرة جميلة اليوم حق اللاعب، شنو اكتسبت من هذا الانتقال؟ أكيد تختلف أمور كثيرة، يعني في نادي خيطان ممكن الأمور تختلف نوعا عن نادي كاظمة. في نادي خيطان ممكن تلعب مجرد يعني منافسة، إذا ما تكون بالمراكز الأولى تكون في المراكز المتوسطة أو عدم الهبوط، لكن في الوضع يختلف في نادي كاظمة، دائما الفريق ينافس على المراكز الأولى ويطمح أنه يحقق بطولات. لكن أيضا إحنا كلاعبين هناك أيضا للاعب لازم تكون له شخصية من بداياته، هو يحدد شنو يبي، هل هو يبي يلعب كرة قدم مجرد لعب أنه يضيع وقته، أو أنه له أهداف وطموحات يبي يحققها. هذا الشيء الأمانة كان عندي من الصغر، وحددت الهدف اللي أنا أبي أني أنا أنتقل إلى نادي ثاني أو أنتقل إلى مرحلة ثانية، أو أني أحقق أي إنجاز أو أي بطولة، أو أني ألعب مع المنتخب وتدرس من المراحل السنية. اللهم لك الحمد، هذا مع دعوات الوالدين والاجتهاد في التمارين قدرت أحقق بعض الأهداف، وإن شاء الله القادم أفضل إن شاء الله يا رب.
أكيد، وفيك الخير البركة. يعني الأمانة اسمك أشر على النار، من نار على علم يعني. ودائما أنا تصدق كل ما أقول حق أي لاعب أقول له عمر الحبيتر يقول لي إيه هذا اللي راوغ وايد، مشهور بالمراوغة أنت عمر، الكل يقول عنك هالكلمة. ممكن إحنا كلاعبين يعني مركز الوينجرز أو الأجنحة نعتمد على المراوغة والسرعة، فهذا يميز بعض اللاعبين في هذا المهارة. اليوم عمر تزعل إذا المدرب قعدك أنت احتياط أو بدلك في الدقائق الأولى من المباراة، في تأثير سلبي يحوشك؟ للأمانة اللاعب إذا ما يزعل يعني نقدر نقول مثلا ما عنده غارية أو ما عنده هدف أو طموح، لكن يجب عليك أنك ما تزعل وتأثر على فريقك. إذا زعلت ممكن يأثر بالسلب هذا الشيء على الفريق. لما يبدلك المدرب أكيد هو له نظرة، يجب عليك أنك لاعب يجب عليك أن تحترمها، ويجب عليك أن تكون عندك احترافية مع نفسك ومع الزملاء. وصدقني هذا الشيء لا قدام راح يكون لك خبرة. ومتى ما كنت هادي سواء دش آخر دقائق أو يبدلك في نص الشوط الثاني، صدقني يعني بالمستقبل هذا راح تعود لك خبرة كبيرة وراح تستغلها، ممكن تسجل أهداف كثيرة في الدقائق الأخيرة. عمر تؤمن بقرارات المدربين؟ أكيد يعني شوف كل مدرب له وجهة نظر خاصة، ويجب عليك أنت كلاعب يجب عليك تحترمها. يعني يمكن مروا عليه مدربين، في مدربين يقتنعون في عمر الحبيتر، في مدربين ما يقتنعون في عمر الحبيتر، هذا شيء راجع لهم. إذا ما اقتنع فيك المدرب هذا مو معناته أن أنت لاعب مو زين. صحيح. ممكن أنت ما تمشي مع الخطة. بالضبط. أنا ما تخدم خطتي يعني مو أنت لاعب مو زين. عندك المقاومات. إيه. فأنت عليك كلاعب في المرحلة هذه يجب عليك أن تكون مستعد في أي وقت. وصدقني هذه يعني صارت معي كثيرة. ممكن المدرب ينزلني في آخر ربع ساعة أو آخر 20 دقيقة وأسجل أو إني أعمل أسيست. فهذه مثل ما قلت لك خبرة للاعب نفسه أنه يقدم أفضل ما عنده، سواء 5 دقائق ربع ساعة 20 دقيقة. يجب على اللاعب أن يكون عنده احترافية عقلية التزام، وهالشيء راح يعود لك بالمنفعة لك وللفريق أيضا. أغلب المدربين كل مدرب يمسك الفريق لا سياسة ولا طقوس معينة، تلاقي مدرب يلعب 3-5-2 4-4-2 4-3-3، فكل لاعب يتغير مكانه في أرضية الملعب. عادل. أنت لعبت في أكثر من مركز. شلون شفت التنقل ما بين المراكز في أرضية الملعب؟ أكيد يعني التنقل بين المراكز أحياناً بعض الأشخاص يقولون زين وأحياناً يقولون شين. بس عليك أنت كلاعب متى ما طلب منك المدرب يوظفك، مثلاً أنا كلاعب طرف أو وينجر، في مدربين يحتاجني أني ألعب باك يمين لأنه يمتاز بالسرعة، فيجب عليك أنك تتقبل القرار وبالنهاية تأدي أفضل ما عندك للفريق، وهذه الأمور يعني تحصل كثير. أنت مع تغيير المراكز باستمرار هذه ولا تأذيك من الداخل؟ للأمانة لا، أنا ما أفضل أن اللاعب يغير أكثر من مركز. ممكن أنا كلاعب طرف أوكي ألعب طرف يسار توديني طرف يمين ماكو مشكلة، مهاجم ثاني ماكو مشكلة أنه مغارب المركز، لكن كلاعب ارتكاز أو وراء الهجوم يعني شوي في يصير بعيد شوية، لأن كل لاعب له مواصفات معينة وكذي. بالضبط. اليوم من وجهة نظرك عمر شو المواصفات لاعب كرة القدم؟ يعني من الصغر إذا أنا بشوف هذا اللاعب بقول هذا ينفع حق كرة قدم، هذا ينفع سباحة، هذا يد، هذا طائرة، مواصفات لاعب كرة القدم شنو؟ أكيد كلاعب مقومات لاعب كرة القدم من الصغر ذكاء المهارة أكيد، لأن كرة القدم تعتمد على الرجل. صحيح. قوة التسديد هذه من المقومات. عمر اليوم شلون تشوف التوازن والبالانس ما بين الفريق، اللاعبين الصغار بالسن والكبار بالسن؟ الصغير دائما يعطيك اللياقة السرعة المرونة، الكبير الخبرة الاكسبيرينس اللي اكتسبها من خلال المشوار الطويل اللي قضاه في لعبة كرة القدم، تشوفه سلبي ولا إيجابي؟ أنا من ناحية رأيي الخاص وجهة نظري أشوف أن هذا الشيء وايد مهم للفريق، أنه يكون هناك عنصر شباب وعنصر الخبرة، لأن هذا الشيء راح يعطي طاقة وشيء بالمنفعة الكبيرة للفريق ويكون هوية فريق بطل يعني.
ممتاز جدا جدا. عمر احنا مستمرين وياك ان شاء الله، لكن في حلقه ثانيه لنا حديث مطول وراح نسولف عن الامور اللي تخصك انت شخصيا. مستعد؟ مستعد. توكل على الله. بكذي اعزائي المشاهدين نكون وصلنا لختام حلقتنا ان شاء الله، على امل نلتقي وياكم في حلقه قادمه. تقبلوا تحياتي وتحيات اسره العمل، وفي امان الله.